120 وحده سكنيه في مشروع 40 سكن. كليه الملك دران للطفوله خرجت كفاءات اليوم يفتخر فيه. بدا العمل في انشاء هذا المركز لعلاج مرضى السرطان. تم تشييد مطار دولي، هذا المشروع يقدر يخدم 400,000 لاجئ، يحسن من جودة الخدمات. شكر كبير للصندوق السعودي انه وافق انه يمول المشروع. السعودية في قلبنا، جعلت من الحلم حقيقة. رمضان عندنا.